اسفه هاخد من وقت حضرتك بس دقيقتين. لا ما عنديش. ليه؟ ما عنديش دقيقتين. شكرا. ولا يهمك حضرتك. معلش. لا ما تزعلش. مش عايزك تزعل. انت كويس حلو. مساء الخير. مساء الخير. فل. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ استاذن من حضرتك دقيقتين بس. انا اخويا يعني عنده امنيه وحلم نفسه يحققه. تمام. ان هو يبقى مذيع. تمام. تمام. وحاولت ان انا انزل اجيب له كاميرا ومايك على حد اديله الاداء نفسه ان هو يبقى حاسس ان هو فعلا قام بالحلم اللي هو عايزه ان هو يبقى مذيع. ممكن تساعدني معاه؟ طبعا. يلا يا جو. طيب. الحمد لله تمام. مين انت؟ انا من القاهره. كلولا الله ليك كلولا سايا زين كويس كويس كله تمام. بص يا مساء الفل عليك. انت معزم نفسك على الاخر واقف بالاكياس وقفت برضه. تمام. اه طبعا. ايه اللي خلاك توقف؟ اللي خلاني اقف ان انا دايما بحب اقف جنب اي حد بيحلم بحاجه معينه وجوش الدنيا قوي كمان ان انا اقف اتكلم معاه فكنت لازم اقف معاه واساعده يعني في حاجه زي كده في حلم هو بيحلمه يعني. الناس دي محتاجه تعاطف اصلا؟ محتاجه تعاطف. محتاجة تعاطف بس يعني مش التعاطف اللي هو يعيني عليهم لا التعاطف اللي هو مساعدة ان انت تساعد الناس دي سواء كان زي ما احنا بنعمل دلوقتي او زي ما انتوا عملتوا ان هو لو عليه حلم يحققه لو ملوش حلم فاهم نحاول نشوف له حلم هو يحققه.